اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده هيلقي الضوء على استعدادات جماهير النادي الاهلي لحضور مباراه السوبر الافريقي وملحمه جمهور الاهلي في الدوحه. ازاي هيستعدوا لهذه المباراه خاصه من الفتره الاخيره كان في فكره ان لا مش هيبقى في جمهور، الاجراءات الاحترازيه، الى ان اعلن الاتحاد القطري لكره القدم واللجنه المنظمه المحليه المباراه بحضور جمهور. وبالتاكيد الامر كان يعني لفت للنظر، وجمهور الاهلي كان سعيد جدا، وحجز التذاكر ما استمرش اكتر من ربع ساعه نص ساعه، جمهور الاهلي حجز كل التذاكر المتاحه في ملعب جاسم بن حمد. لذلك في هذه اللحظات عبر السكايب اروح مباشره الى المستشار حسام ابو العيله رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر عشان نتعرف منه على كيف تستعد الرابطه لهذه المباراه وما هي الاجراءات التنظيميه بخصوص هذه المباراه وكيف كان للرابطة دور في الفترة الأخيرة من أجل حشد الجمهور والاستعداد لحجز التذاكر بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية. معالي المستشار، إزاي حضرتك ومساء الخير عليك. أستاذ محمد، يا مساء الورد الإعلامي المبدع. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ وأنا سعيد إن أنا موجود معاك تاني في قناة بيتنا الكبير قناة النادي الأهلي. أهلا بيك يا فندم والشرف ليا. طيب، طرحت مجموعة من التساؤلات، الرابطة بتستعد ازاي، التنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية، كل هذه الامور في ظل ان ما كانش المباراة تتلعب بجمهور وفي وقت قياسي تم التنسيق والاجراءات الصحية تم الاتفاق عليها واعلنوا حضور الجمهور في لقاء السوبر الافريقي. بالضبط بالضبط، هو يمكن صعوبة الموضوع بغض النظر عن وجود موضوع كورونا والاجراءات الاحترازية المشددة حاليا لتفادي انتشار فيروس كورونا خاصة في الموجة الثانية، هي التذبذب اللي كان في القرار ما بين لعب المباراه بدون جمهور او لعبها بجمهور. كان في مباحثات بشكل مستمر جدا، وانت عارف الموضوع ده تحديدا مش بس اللجنه المنظمه هي المسؤوله عنه، بيكون في اللجنه العليا لاداره الازمات بما فيها وزاره الصحه. فكان في سجال كبير جدا في الفتره اللي فاتت، ولدرجه ان الاتحاد الافريقي نفسه اعلن انه المباراه هتلعب بدون جمهور. ولكن في زي ما بنقول كده في الساعات الاخيره يوم السبت ليلا تم اتخاذ قرار بان المباراه هتلعب بجمهور، وساعد بشكل كبير جدا جدا في اتخاذ القرار ده الملحمه اللي عملها جماهير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في ظل وجود فيروس كورونا والالتزام بكافه التدابير الاحترازيه وخروج البطوله بشكل مشرف للعالم كله. ولدرجه انه انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اشاد بجمهور الاهلي وخص جمهور الاهلي بالاشاده بعد الالتزام ونجاح البطوله تحديدا يعني. طيب، فبمجرد ما صدر طبعا القرار، هو طبعا يوم الجمعه زي ما حضرتك عارف انا كنت موجود في القاهره ولكن كنت على تواصل بشكل مباشر مع اللجنه المنظمه. لما بدات احس انه في المناقشات بدات تاخد منحى ايجابي سافرت يوم جمعه ليلا، ومن وصول يوم السبت بدات في التواصل مع الجميع واكدوا لي يوم السبت ليلا انه ان شاء الله المباراه هتلعب بجمهور بضوابط وشروط معينه. تمام. طيب، الاجراءات الاحترازيه اللي هيتم تنفيذها في هذه المباراه خاصه ان في بعض الاجراءات مختلفه شويه عن كاس العالم للانديه في ظل ان في لقاح كورونا حاليا، فاعتقد الامر هيبقى مختلف، ممكن الحضور هيبقى ازاي؟ لازم الجمهور يكون عامل البي سي ار ولا لا مش هيبقى في بي سي ار، ولازم اللي يدخل يكون واخد الجرعه الاولى والثانيه من لقاح كورونا، وايضا الجمهور هيقعد فين في ملعب جاسم بن حمد؟ هل تحدد ده مكان جمهور الاهلي ولا لسه؟ اولا الاجراءات محمد مختلفه تماما عن كاس العالم للانديه. اللجنه المنظمه بالتنسيق مع وزاره الصحه حطوا شرطين اساسيين لحضور الجماهير، ان يكون المشجع او الجمهور حاصل على جرعتي اللقاح، الجرعتين الاولى والثانيه، ويكون مر على الجرعه الثانيه 14 يوم حتى تاريخ المباراه. تمام. ده الشرط الاول. الشرط الثاني انه يكون قد اصيب، يعني لا قدر الله انه اصيب بفيروس كورونا وتعافى خلال التسع شهور الاخيره. اي حد بيتحقق فيه الشرطين دول مسموح له انه يدخل ويشتري تذكره ويحضر المباراه. ده طبعا مع الالتزام بكافه الضوابط الاحترازيه جوه الاستاد نفسه. وطبعا في شرط ثالث انه غير مسموح للاطفال تحت سن 12 سنه بدخول المباراه. ده بالنسبه للسؤال الاول اللي له علاقه بالشروط والضوابط. بالنسبه للجمهور الاهلي هيقعد فين؟ كان قبل ما يتم الاعلان رسميا عن ان المباراه هتلعب بجمهور، انا كان لان كان في تواصل مباشر مع اللجنه المنظمه اتفقنا او مش اشترطنا ولكن طلبنا واصرينا
ان الثالثه شمال تكون هي من نصيب جماهير النادي الاهلي. وبالفعل فور ما احنا اعلنا على صفحتنا كرابطه مشجعي النادي الاهلي ان المباراه هتلعب بجمهور، بعديها بساعات قليله اعلن الاتحاد القطري واعلن الاتحاد الافريقي بان المباراه هتلعب بجمهور، وانه مجرد طرح التذاكر تم تخصيص الثالثه شمال او الثالثه شمال كامله ونص الملعب لجماهير النادي الاهلي. رائع، الحمد لله يعني. طيب سؤال تاني بس هو استفسار، ممكن الاجابه تكون عندي وعند ناس كتير، بس بما ان حضرتك معايش للاحداث وعارف كل التفاصيل وعلى تواصل مع اللجنه المنظمه المحليه، هل بالفعل كانت في ترتيبات وتعليمات في استقبال الفرق سواء فريق الاهلي او نهضه بركان ما يكونش فيه جمهور طبقا للاجراءات الاحترازيه؟ ده تحديدا كان التواصل فيه معايا انا شخصيا بيني وبين اللجنه المنظمه اللي تمام. تشمل اداره اللجنه العليا لاداره الازمات. احنا محمد دوله قطر بدات من حوالي اكثر من شهر اجراءات احترازيه مشدده جدا لمنع انتشار فيروس كورونا الموجه الثانيه. وبدايه الرفع التدريجي للاجراءات دي يوم المباراه اللي هو يوم 28. وبالتالي ما زلنا تحت قيد الاجراءات دي. فبعد التنسيق واللجنه المنظمه والناس المسؤولين طلبوا مني ان انا اوجه رساله لجماهير النادي الاهلي بالالتزام بالضوابط دي وعدم استقبال الفريق في المطار، وانا بدوري عملت بيان وطلبت من جماهير الاهلي في دوله قطر عدم التوجه للمباراه لعده اسباب. اولا الالتزام بقوانين البلد ولوائح البلد والنظم في البلد اللي احنا عايشين فيها. ثانيا حفاظا على سلامه لعيب النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. وثالثا حفاظا على سلامه جماهير نفسه. وبالفعل والحمد لله الجماهير كانت وكالعاده جماهير النادي الاهلي ضربت مثل كبير جدا جدا في الالتزام، وشرفتنا وشرفت بلدنا بانهم يلتزموا بالتعليمات. طيب معالي المستشار، حضرتك عندك الرقم السليم او الرقم يعني المظبوط في فكره عدد التذاكر المتاحه في هذه المباراه بالنسبه لجمهور الاهلي؟ طبعا كام العدد بالظبط؟ مظبوط. هو طبعا في بعيدا عن الكراسي اللي هي هتكون مستخدمه في فتره التباعد الاجتماعي وكراسي الدعوات والاعلاميين وغيره، الكراسي المخصصه للجماهير 2900 2900 لكل الجماهير. وتم طرح ال 2900 على عده مراحل. المرحله الاولى كان فيها تقريبا 50% من التذاكر زي ما انت قلت في المقدمه بتاعتك، ما خدتش ربع ساعه او ثلث ساعه، وكانت جماهير الاهلي بسم الله ما شاء الله يعني خدوا نسبه كبيره جدا. في اليوم التالي اللي هو امبارح تم برضو ابلاغي من اللجنه المنظمه انه هيتم طرح عدد 800 تذكره، وبلغنا رجاله النادي الاهلي جمهور الاهلي، وبالفعل في الوقت المحدد تم طرح مجموعه التذاكر، وخلصت تذاكر جماهير النادي الاهلي في ناحيه الثالثه شمال، وتوجهنا لجماهير فريق نهضه بركان. وأكاد أجزم أنه تقريبا تمام. 90% من التذاكر اللي في الاستاد هتكون إن شاء الله لجماهير النادي الأهلي بإذن الله. مستشار حسام أبو العيلة رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر، أنا بشكرك شكرا جزيلا. عارف أن لسه في تفاصيل وفي كلام ممكن نتكلم فيه، بس بخصوص الدخلات والجمهور أنا سايبكم بقى يوم المباراة تعملوها مفاجآت لكل الناس ولكل المتابعين إن شاء الله. وإن شاء الله نشوف مباراة ممتعة وجمهور الأهلي دايما في الموعد، وهيعمل مباراة كبيرة تشجيعية حتى للفريق إن شاء الله في ملعب جاسم بن حمد. شكرا جدا معالي المستشار. إن شاء الله. شكرا.